اقصد مولانا كما قالوا في بيتك ترتكب المحرمات اكو احد مسؤول عنك؟ لا ابدا. تريد مولانا تلعن الاولين والاخرين بالاسماء، هذه قضيه شخصيه ومرتبطه بمرجع تقليدك يجوز او لا يجوز. انا دا اتكلم في مقام ماذا؟ في مقام الدعوه الى الله، في مقام بيان الحق. الله يقول لموسى اللي يبعثه مبلغا الى من؟ فرعون. فرعون شو كان مدعي مولانا؟ والله ما مدعي غصب الخلافه، مدعي شنو؟ انا ربكم مدعي ربوبيه. شو يقول له بدر؟ يقول له روح ادعو الى الحق. شلون تدعو الى الحق؟ قل له اي ملعون، اي كافر، اي مشرك، اي مخلد في النار، اي مو معلوم انه انت من ابوين سليمين طاهرين لو من زنا، اي 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 اريد ادعوك الى سبيل الله. يقول عدو عشان شنو هالمنطق هذا؟ قولا لينا لينا، هذا منطق القران. من المتكلم؟ الله. من الذاهب؟ نبي من انبياء العزم. ما هي طريقه التبليغ؟ شنو قول لين؟ هذه وين ومنطق مولانا انه هذول الزنات وما ادري كذا وكذا؟ وين ايوه هذا وين هذا المنطق هذا؟ لا تقول لي روايات صحيحه السند، والله لو تواتر بعد اكثر من هذا وسابين، حتى لو متواتره ارمي بها عرض الجدار، لانه اي تواتر اقوى من تواتر القران؟ يوجد عندنا شيء اقوى من تواتر القران؟ ما عندنا. ولكن طبعا هذا يحتاج الخبير، يحتاج المتخصص، مو كل واحد يجي يقول بيني وبين الله هذا مخالف شنو؟ هذا مخالف للقران، لا، يحتاج عند احاطه كامله بالمعارف القرانيه، وهذا سأبينه في الوجه المختار اعزائي. اذا هذا